بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع سلسلة تعلم برنامج بوربوينت. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نديروا لانساسيون ديال هنا البون فوتو. دونك نمشيو على بركة الله. شنو نديروا مثلا؟ نوفو نمشيو لونجلي انساسيون. كاين هنايا البوم فوتو. كليك لك عطينا هاد النافذة هادي. دونك فيشي ديسك. دونك بحال كيقول لك يعني جبد لي لي فوتو اللي عندك في الديسك دور. باغ اكزومبل حنا غنمشيو ناخدو مثلا التصاور هادو نديرو ليه كخي. دونك الى لاحظتو ها هو الى كخي هاد الالبوم هدا. دونك انا كيعطيك السمية ديالو التصاور مثلا. شنو درنا لافيشاج اون بلان اكخون يعني ديابوغاما. لاحظو ها هو كيدوز بينا وحدة بوحدة. فوالا كنكليكيو على ايشاب باش نخرجو. نحاولو نخرجو مثلا نديرو نوفو مثلا انسيرسيون تات فوا اونكور البوم فوتو. باش نجيبو شي تصاور مثلا نزيدو شي تصاور اخرين. دونك انا فهاد لابارتي هادي ديابوزيسيون دي ليماج. دونك هنا عاطينك اجيستي ا ديابوزيتيف. دونك حنا ندير مثلا دو زيماج بار ديابوزيتيف مثلا. ندير كخي هي لاحظتو هنايا جانب هنايا اختار لنا كل ديابوزيتيف خدا فيها دو زيماج. نحاولو نديرو كيلكو موديفيكاسيون هنا مثلا. نديرو مثلا مون البوم فوتو. نكبرو هادي شوية. نبدا سوليني نبدلو على لاريير بلون ديالها مثلا. ناخدوه سات فوا ديغرادي مثلا. ناخدو هاد الشكل هذا نديرو ابليكي بارتو باش كاع هاد لي فوتو لي كاينين هنايا كاع ياخد ليهم لاريير بلون لي درنا في اللولة. نجيو حنا دابا نبيرسوناليزيو مثلا شاك فوتو مثلا. هنايا نشوف ميزون فوا ناخدو مثلا هادي هاد الصورة هادي وناخدو لها شي فورم أخرى. نجيو للديابوزيتيف الثانية ناخدو هاد الشكل هذا. دونك سي افو ديسيدي. دونك كيبقى الاختيار ديالكم يعني فمن تبغيو تنزلو الصور ديالكم ولا الصور ديال العائلة بغيتو تبيرسوناليزيهم. دونك كاين هاد المسألة هادي هو انك تكليكي على الصورة كتمشي ميزون فورم كتبدل ليها. هنا لا فورم ديالها. شي البوردور ايماج تبدل ليها لابوردور ديالها لا كولور ديال لابوردور لي بيسور ديال البوردور تو سا. في الاخر كدير الدياغراما بور فيزواليزي داكشي لي درتي. دونك فوالا هادي كتبناها او ديبار. كيما لاحظتو يعني الصور اللي بدلنا ليهم لا فورم ديالهم شتو ولاو مثلا. دونك كان هذا درس بسيط يعني كيفاش نديرو ادراج ديال انا البون فوتو وكيفاش نبيرسوناليزيو ديك الفوتو ديالنا يكون عندنا في الاخر مثلا واحد البريزونطاسيون اللي هي زوينه. دونك الى هنا كيكون الدرس ديال اليوم تسالى. دونك الى كنتو من المشاركين الجدد تحاولوا تشتركوا معنا وديروا واحد لايك ودعمونا. والناس اللي مشاركين معنا يحاولوا يبارطاجيو هذا الفيديو وديروا واحد لايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.